معنا عبر الهاتف عرفات حمران، رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات. مرحبا بك. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين. نعم، مشاكل نفسية أفرزتها انتهاكات الميليشيات لحقوق الأطفال، كيف يمكن معالجة تلك المشاكل؟ طبعا الأطفال هم أكثر عرضة في اليمن في هذه الأحداث الدائرة والانقلاب الذي حصل من قبل الميليشيا الحوثي، وأيضا ما يحدث في اليمن من أحداث ويعني متسارعة. الأطفال عانوا الكثير ابتداء من انقطاع الكهرباء لسنوات عديدة، كان هناك حالات نفسية للأطفال في هذا الجو، وانتهاء بخروجهم عن المدارس حوالي 4.5 مليون نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية وأيضا خراب المؤسسة التعليمية، غادروا هذه المدارس، وأيضا انقطاع رواتب المعلمين زاد من معاناة أبناء المعلمين، وخرجوا بعضهم للعمل وللعمالة، وهذه أيضا مشكلة أضف إلى كثير من المتفجرات وضرب الطيران وبعض الانفجارات التي كانت تحصل كانت تؤثر نفسيا على الأطفال بشكل عام. والأطفال اليوم بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي أكثر من غيرهم، كونهم يعني في سن لا يؤهلهم لكل هذه الصدمات التي ذكرناها، وهناك ما يقارب من 300% من الأطفال زادت نسبة العمالة فيهم، وأصبح 80% من الأطفال يعانون كثيرا من المعاناة الاقتصادية والنفسية. كيف يمكن الحد من هذه الصدمات طالما والمشاكل لا زالت مستمرة؟ كيف يمكن الحد من هذه الصدمات؟ ما الذي يمكن أن تقدمه المنظمات المحلية والدولية لحماية الأطفال؟ يعني لو قلنا أنه أولا يجب إيقاف الحرب من أجل الأطفال. الأمر الآخر، هناك مراكز بالتأهيل النفسي يجب أن تقام، وهناك منظمات مهتمة في هذا الجانب، بالذات منظمة اليونيسف التي تهتم بالطفولة، وهناك مراكز أقيمت في مارب وفي تعز وفي عدن، لكن هذه المراكز اهتمت بالأطفال الذين كانوا يقاتلون أو الأطفال ذوي الإعاقة أو من فقدوا أطرافهم، ولم تهتم بالتفاصيل الأخرى التي ذكرتها أنت. نعم، الأطفال الكثير التي يعانون معاناة نفسية ولم يحصلوا على ولم يكونوا ضمن الفئات المهتمة. مشكلة المنظمات ومشكلة بعض لجان الإغاثة ومراكز الإغاثة وكثير من المنظمات المهتمة بالطفولة أنها تهتم بالطفل الذي أصيب بإصابات جسدية. نحن اليوم نقول أن الإصابة النفسية هي أخطر من الإصابة الجسدية، وإن حتى علاج الإصابة النفسية وإعادة تأهيلهم أيضا يحتاج إلى كثير من الجهد وإلى دكاترة مختصين في هذا الجانب. نحن اليوم يجب أن يكون هناك أكثر وعيا في مجال أن نفرد كثير من الإعلام لبرامج تخص بتأهيل الأطفال، وأيضا يجب أن نوجه كثير من المنظمات للاهتمام بتأهيل الطفل نفسيا، الطفل الموجود في البيت وليس الطفل الذي وجد في المعسكرات أو وجد كأسير أو وجد كمبتور اللجان بسبب الألغام أو بعض الإصابات. نحن اليوم بحاجة إلى تأهيل كل أطفال اليمن، بل يعني لا يقل عن 80% من هذه الأطفال. من الوقت كم كم يحتاج وقت؟ إذا استمرت الحرب نحتاج وقت كثير، لكن ومع إيقاف الحرب ربما نحتاج إذا كان هناك عمل متواصل إلى ما بين الشهرين والسنة لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال. لكن إعادة تأهيل الأطفال وما زالت الأخطار موجودة، ما زالت الأسباب موجودة، وما زالت الحرب دائرة، الأطفال أكثر متأثرين. ربما أنا وأنت سنتحمل كثير من الضغوطات النفسية والمشاهدات المروعة في هذا، لكن الأطفال صعب. لكن الأطفال اللي نتكلم عليهم اليوم الذي ما بين السن الرابعة إلى السن 18 سنة أو أقل، هؤلاء الأطفال هم اليوم الذي هم جيل المستقبل وهم الذي سيبنون اليمن فيما بعد الحرب. يجب أن يكون أستاذ عرفات، يعني وهو سؤالي الأخير، يعني وما علق في أذهان الأطفال من مشاهد عنف وكل ما ذكرت أنت، هل تعتقد أن فترة السنة إن توقفت الحرب ستكون كافية لمحو ما علق في أذهانهم؟
نعم يا أخي، نحن سريعين. اليمن نختلف عن كثير من البلدان، نحن سريعين في عادة أنفسنا، في عادة تأهيل أنفسنا. نحن نتكلم اليوم عن يعني إزالة كل أسباب الحرب. إذا كان هناك إصلاح وكان هناك توعية وأفردت المنظمات وقت لهؤلاء الأطفال، والإعلام أفرد لهؤلاء الأطفال والآباء أيضا وأسرهم، تكاتف الجهود تعاون في هذا المجال، نحن ربما نعود سريعا إلى هذه المجال، إلى هؤلاء الأطفال. في بعض الدراسات تقول الأطفال يحتاج إلى 4 أشهر من أجل إعادة النفسية من بعض الصدمات. عرفات حمران، رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك.